فعلشان ننجح في الفيديوهات القصيرة لازم نرفعها بطريقة صحيحة ونستفيد منها ونحقق الأرباح منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أنه في الفترة الأخيرة أصبحت الفيديوهات الشورت أو بما يسمى بالفيديوهات القصيرة أصبح لها تأثير على القنوات، تسبب انتشار وزيادة في الأرباح، وتكون سبب بعد الله سبحانه وتعالى في نجاح قناتنا وزيادة عدد المشتركين وعدد المشاهدات. عشان كذا احنا عملنا الفيديو هذا حتى نشرح فيه الطريقة الصحيحة لرفع الفيديوهات الشورت أو فيديوهات الشورت اللي تسمى بالعربي فيديوهات قصيرة بالطريقة الصحيحة، واللي بإذن الله راح تكون سبب في زيادة عدد المشاهدات، الدقائق المشاهدات على قناتك، وبالتالي زيادة أرباحك وزيادة المشتركين في قناتك، وأيضا تكون أكثر انتشارا. طيب بسم الله نبدأ. ندخل طبعا على تطبيق اليوتيوب زي ما انتم شايفين، ونضغط علامة الزائد عشان ننشئ فيديو شورت. عشان تنشئ فيديو شورت تضغط علامة الزائد وتختار اللي تبغى انت تبدأ يعني تسجل يعني. بس خلوني اشرحكم اول شيء. نبدأ في النقاط اللي هي الاساسية. العلامة اللي فوق هي هذه اللي زي علامة الضرب، هي هذه تقفل، طبعا تقفل لك البث او تبث، تقفل لك اي شيء يعني انت قاعد تسجل في الكاميرا، فهو راح يقفلها لك. من هنا تضيف اضافة صوت الاغاني والموسيقى، ومن هنا تضيفها للفيديوهات. لكن انت لو اضفت فيديو ما راح تقدر تسجل من 15 اكثر من 15 ثانية، وراح اوريكم انا وش اقصد ب 15 ثانية. نغلق من هنا نرجع. هنا اللي في الزاوية يسار هنا ال 15 ثانية اللي اتكلم عليها، انت لو تضغط تسجيل الحين تبي ترفع شورت ما تقدر تضغط اكثر من 15 ثانية. اللي طيب ابغى اكثر من 15 ثانية اضغط 60 ثانية من هنا، فهمتوا؟ هذه واضحة يعني ما هي صعبة. ومن هنا تغيير الكاميرا الأمامية الخلفية، ومن هنا تزيد من سرعة التسجيل عندك، تختار السرعة العادية أو السرعة البطيئة أو السرعة الضعف اللي أسرع وهكذا. هذه طبعا هي اللي هي التايمر أو المؤقت، أنت تضغط 3 ثواني وتحط مثلا الجوال على ترايبود او يعني حامل، وتروح وتبدا هو يبدا بعد 3 ثواني يبدا يسجل، او يبدا بعد 3 ثواني يدخلك في البث المباشر. فمن هنا تبدا التوقيت 3 10 20 ثانيه وبعدين تضغط بدء. تبغى تطلع من تضغط اكس. طبعا هذا الفلاش يعني هذا الفلاش معروف يعني ما يحتاج. من هنا تضغط اذا عندك فيديوهات بترفعها من سطح المكتب، من اسف اذا عندك فيديوهات من هنا في الاختيار هذا، اذا عندك فيديوهات على جهازك الجوال تبغى ترفعها منه تضغطها من هنا. لكن لازم انك تحذر من او مو بتحذر يعني تنتبه انه 15 ثانية اذا كنت ترفع في فيديو 15 ثانية فانت اختار له 15 ثانية قبل ما ترفع. مثلا كان عندك اكثر من 15 ثانيه الى 60 ثانيه تغير باي فقط في الدائره هذه وترفع من عندك في سطح المكتب. ايضا ايش عندنا؟ طيب احنا راح نرفع ملف فيديو، اسف راح نرفع فيديو على الشورت، وراح نشرح لكم كيف انت تقدر تشتغل في الاعدادات. مثل ما قلت لكم راح نضغط نختار واحدة من الفيديوهات ونرفعها ونشوف. فاذا كان الفيديو عندي اثقل من 15، هو الفيديو اللي انت اخترته ب 15 ثانية ورفعت فيديو اكثر من 15 ثانية راح يقتطع لك الفيديو الى 15 ثانية. فدائما خلها على 60 ثانية حتى انت لو انك ما احتاج انك تصور الا 20 ثانية ما في مشكلة.
اختار الفيديو. عندي الفيديو هذا، عندي الفيديو هذا الآن 32 ثانية، فهو خذ هكا 32 ثانية 9 ثواني 9 9 سكند على قولتهم أجزاء من الثانية. طيب خلص هذا هو الآن، بنضغط عليه تم عشان يدرج عندي وأقدر أنا أبدأ في مونتاج، عملية المونتاج اللي عندي، أو أبدأ بعملية الإديتنج، يعني بما يسمى الإديتنج المونتاج والإضافات اللي أنا أبغى أعملها عليه. طبعا يعطيك الخيارات هذه وش تبغى تسوي. طيب نعم صح. الآن هذه الخيارات عندك، تبغى تضيف نص مثلا، نقول أي نكتب أي شيء، نضيف أي حاجة كنص، بعدين نضغط على الشاشة هنا. الآن هذا لو تبي تعدل فيه طبعا تعدل فيه بالشكل هذا، يفترض يشتغل معك. الحين جاء هنا، وبالأصبعين تقدر تكبره وتصغره زيه زي كثير يعرفه يعني في السناب، وممكن في تيك توك نفس الشيء. أيضا هنا تقدر تضيف عليه، تقدر تقتص منه. هنا الفلاتر، تختار الفلتر اللي يعجبك او اللي يناسب المقطع اللي انت صورته، او انك تغير تخلي بدون فلتر. بس احنا نقول تم خلاص عشان نشرحه، وبعدين نضغط التالي عشان يوديني لاعدادات. هذا هو الان الفيديو اللي احنا رفعناه من هنا. القلم هنا تقدر تغير فيه اي شيء تبغى تغير فيه، تعمل اعادة مثلا في حاجة ما هي عجبتك، سواء الكتابة او انك تضيف فلتر اخر او مؤثر اخر او تقطع او كلها ترجع لها من هنا قبل ما تعلن. بس انا افضل دائما اذا وصلت المرحلة هذه انا ادخل على الكمبيوتر وابدأ اشتغل في المونتاج. لكن في ناس كثير لا، ممكن ما يكون حول الكمبيوتر شيء، فاحنا راح نشرحها عن طريق الجوال. هنا طبعا اضافة العنوان ما يحتاج يعني كل يعرفها، تضيف العنوان وبعدين راح نضيف الوصف هنا، بس خليه غير مدرج الان، ونرجع هنا. وطبعا الفيديو ليس مخصص، هذه انت تحطها في الاعدادات تثبتها انها غير مخصص، يعني لو تروح الاعدادات تقدر تثبتها من هناك خلاص بدون ما تضيفها، لكن لو كانت موجودة عندك تطلع لك، تضغطها بالشكل هذا. إذا ما في أطفال خلاص الفيديو ليس مخصص للأطفال، وأنا أنصح أصلا ما يكون في أطفال. الموقع الجغرافي تقدر تحدده من هنا، مجرد أنك تكتب الرياض مثلا طلع لك الرياض، أي مكان في الرياض. فالآن الموقع الجغرافي، أشياء أخرى في فيديو ذا صلة، تصنيف، تعليقات. التعليقات اللي هي يتكلم عن انت تبغى اشراف على التعليق، نفس اللي موجود في اليوتيوب في الاستوديو، استوديو يوتيوب هي موجوده هنا. اخضاع لجميع التعليقات، المراقبه، بعدين تعمل تحميل فيديو. راح ياخذ وقت لو تشوفونه تحت حتى يحمل. الان طلع لي اكتملت عمليات التحميل، هذا فيديو الشوت اللي احنا رفعناه. تقدر من بالضغط عليه تدخل عليه وتشاهده، وأيضا تقدر تعدل عليه خاصة في صفحة المكتب. ونرجع هنا شوي، مثل الفيديوهات العادية، هذا الربح مفعل لأنه من ضمن السيتنج، ولكن لو تضغط الثلاث على اليسار تقدر تلقى خيارات انك تشارك الفيديو. بس احنا نقول وتعديل الاعدادات المقدمة في استوديو يوتيوب. طبعا لازم يكون عندك تطبيق استوديو يوتيوب تدخل عليه بالضبط وتعدله بشكل افضل، او انك تدخل عن جهاز الكمبيوتر. فاحنا لو اخترنا تعديل الاعدادات المتقدمة في استوديو يوتيوب راح يفتح عندي استوديو يوتيوب. هذا هو طلع عندي بالشكل هذا. الان هذا العنوان غير موجود، انا اضيف الحين من الجوال، وانا ما افضل دائما، ما احب الجوال استخدمه في عملية الاضافة وفي كتابة الوصف، لاني احتاج مصادر اخرى.
لكن لو كنت انت، لو كنت انت مثلا في الخارج ما حولك ما عندك كمبيوتر شيء تقدر تستخدمه، مو بشيء. هذا الوصف تكتب الوصف فيه مثلا، نقول الان ما حد يشوفه، الفيديو غير مدرج، كل انت قاعد تشتغل فيه علشان انت بعدين بعد ما تخلص تقدر تضيف، يعني تدرجه تخليه علني. من هنا تقدر تضيف لقوائم التشغيل، اذا عندك قوائم تشغيل مثلا مدينه منطقه برنامج تقدر تضيفه من هنا. احنا الحين على القناه على الكمبيوتر ودخلنا على القناه، تبي توصل الفيديو اللي انت جهزته يكون شورت ورفعته ولكنك لم تدرجه، تروح المحتوى من هنا وتضغط شورت. هذا هو الفيديو اللي احنا رفعناه عن طريق الجوال، لا زال غير مدرج والارباح مفعله هنا، لان اصلا خلاص انت مشترك في برنامج يوتيوب يفعلها لك، واذا ما ينفعلها تقدر تفعلها وانت تجهز اعدادات الفيديو. فراح نعدي على الفيديو، نضغط القلم اللي هنا بس، دخلنا على الان ما في اي شيء عدا تاريخ الفيديو، فاحنا نضع لها عنوان ووصف زي ما تعلمنا في الفيديوهات العادية، وتختار الفيديو اللي اي فيديو بيكون موجود، وبعدين اذا بغيت تدرجه من هنا مجرد انك تضعه هنا تختار علني وتضغط تم فيصبح علني، بس ما تضغط علني حتى يكون جاهز مرة، تكون انت يعني جهزت كل شيء. انا اقصد العنوان والوصف وخطورة الإعلان والإفصاح عن هذه المعلومات إذا كنت مستخدم أي شيء من أدوات الذكاء الصناعي، في الصوت، في الصورة، في الفيديو، في اللقطات، في أي شيء لازم تذكرها هنا، وذكرنا ليش، يعني ما هو بهذا مجاله، تقدر ترجعون الفيديو في الوصف. فنضغط لا. هنا الكلمات المفتاحية، يفضل تبحث عن كلمات المفتاحية المناسبة لفيديوك حتى يساعد في الانتشار أكثر، ويصير من الفيديوهات المقترحة من اليوتيوب للمشاهد. بعد ما تنتهي من هذه كلها تقوم بعملية حفظ، بعد عملية الحفظ راح ينشر لك الفيديو الشورت على منصة يوتيوب. الآن انتهينا منه، ممكن تضيف له كفر إذا تبغى، أو أنك تعدل العنوان الوصف، تحصل على رابط مشاركته، أو حتى تنزل فيديو. وهذا الترويج اللي الإعلانات اللي عملها يوتيوب، وهذا مو مجاله، بعدين ممكن نعملها يعني مقطع لحالها. الآن علني أصبح علني، والتحقيق الربح مفعلة وما على أي قيود. طبعا اللي حقوق نقل، حقوق النقل، حقوق الطبع والنشر والحقوق هي اللي يسمونها، هي هذه القيود اللي يتكلمون عنها. تحيات الجميع، هذا كل شيء، حاولنا نقدم كل شيء عن فيديوهات قصيرة وأهميتها ودورها الكبير في نشر قناتك. أتمنى أن أراكم فيه وأنتم بصحة وعافية للأيام القادمة.